بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواجهة الخوف أنت بين أحد خيارين، إما أن تتراجع أو أن تتحمل خوفك وتقدم، أي أنك بين أمرين، إما الجبن وإما الشجاعة. طبعا ليس مطلوبا دائما أن نغامر بحياتنا لأمور تافهة. نعم، المغامرة بالنفس، المغامرة بالمال، المغامرة بالعائلة، المغامرة بالصحة، كلها مطلوبة في مقابل ما يستحق ذلك. فمن يجاهد في سبيل الله لإنقاذ أمة، لإنقاذ وطن، دفاعا عن العدل، دفاعا عن الحرية، ويغامر بحياته من أجل ذلك، هذا أمر يستحق المغامرة. لكن أحيانا القضية لا تستحق المغامرة، وحينئذ فإن المطلوب إذا وصل الأمر إلى الخوف من الحياة أن تتراجع، أن تسافر إلى منطقة موبوءة مع احتمال أنك تصاب بمرض عضال لا شفاء منه، فمن الأفضل أن لا تسافر. هذه مغامرة لا معنى لها ولا قيمة لها، ما محتاج إلى هذا السفر، سفرة استجمام إلى منطقة فيها القتل والقتال، لا معنى لذلك. لكن بشكل عام في أمور الحياة مطلوب أن نلتجأ إلى قلعة الشجاعة حينما يكون هنالك خوف ما من شيء ما. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حي. الله يحب الشجاعة ولو هذه الشجاعة تتمثل في قتل حي تخاف منها. طبعا لكي تعرف هل أنت شجاع أم أنك جبان، فلا بد من الإجابة على السؤال التالي: ما هو الجبن وما هو الشجاعة؟ البعض يظن أن الشجاعة موهبة يحصل عليها البعض ويحرم منها آخرون، وأن الشجعان الذين يفتخر بهم في التاريخ هم أشخاص محظوظون، أنهم حصلوا على ذلك عن طريق الصدف، رب العالمين أعطاهم الشجاعة كما أعطاهم لون بشرتهم ولون عيونهم وطولهم وإلى آخره. هذه أمور لا خيار لنا فيها، كم يكون طولك، هل أنت وسيم أو غير وسيم، ما هو لون عينيك، لون بشرتك، هذه أمور لا خيار لنا فيها. نعم بعض الناس يأتون محظوظين، الرجل يكون وسيما والفتاة تكون جميلة، هذه أمور لا اختيار لنا فيها، مواهب ربانية. لكن هل الشجاعة أيضا موهبة، وأن الذين هم شجعان حصلوا على ذلك ليس عن طريق الكسب والتجربة والتدريب؟ وهل أن الشجعان لا يخافون والجبناء يخافون؟ الجواب على ذلك لا. أساساً الشجاعة ليست أن لا تخاف، الشجاعة أن تخاف ويكون هنالك سبب معقول للخوف، ولكنك لا تعمل بخوفك، ما تستجيب للخوف، تتحدى الخوف، مو أنه متخاف. وحده المجنون لا يخاف، أما العاقل فمن الطبيعي أن يخاف. حتى الأطفال يخافون، ارمي طفلك الصغير اللي عمره سنة في الهواء يخاف، ينكمش على نفسه، قد يصرخ ويبكي لأنه يخاف من السقوط. الخوف علامة العقل في كثير من الموارد. فإذا الشجعان يخافون لكنهم يتحدون خوفهم ولا يعملون به. ثانيا، الشجاعة فن كأي فن من الفنون، مهارة كأي مهارة من المهارات. نحن نتقن الشجاعة وليست الشجاعة موهبة.
بحيث نتمنى أن نحصل عليها بالصدف، مثل أي صفة من الصفات الحسنة في الإنسان. يمكن أن تكون هنالك بذرة عند الشخص، بذرة الشجاعة، بذرة الكرم ينميها. واحد آخر ما عنده هاي البذرة بس يقدر يتحصل عليها. يعني أحيانا تشوف طفل صغير عنده كرم، طفل آخر ما عنده كرم. يقال أن أخ أحد الكرماء المعروفين في التاريخ، هذا أخوه بعد ما مات صاحبه راد ياخذ مكانه. والدته قالت له ما تصير مكانه، لأنه يوم اللي هو كان صغير وكان دا يشرب حليب من صدري، طبعا يشرب من طرف واحد، كان إذا رأى طفلا آخر ينقطع وينفصل عن صدري ويقدم صدري إليه، بينما أنت كنت تخلي إيدك على الجانب الآخر من صدري. فإذا منذ البداية ذاك كان كريم. نعم، هنالك أشخاص يولدون وعندهم بذرة من الكرم، بذرة من الشجاعة وإلى آخره، لكن حتى هاي البذرة إن لم ينموها بالتدريب بالعطاء بالكذا ما يصير كريم، هاي البذرة تخيس وتموت. كذلك في الشجاعة، كذلك في بقية الصفات، إلا أنه حتى أولئك الذين لم يولدوا بمقدار معين من الشجاعة يمكنهم أن يكتسبوا الشجاعة من خلال التدريب، من خلال التعلم، حتى يعتادوا عليها. هكذا هو الكرم، الذي لا يعطي ما له منذ البداية ويتعود على البخل هذا يصير بخيل. أما الذي يحب المال ولا يحب أن يعطي ويتحدى نفسه ويعطي المال مرة ومرتين وثلاث، يتطبع بالكرم، يصير عند الكرم شيء طبيعي. واللي كان كريم بعد مدة امتنع 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 وصار بخيل. أنا شايف أشخاص فترة من الزمن كانوا جبناء لكن فيما بعد صارت عندهم شجاعة، وأعرف أشخاص فترة من الزمن كانوا كرماء فيما بعد أصبحوا بخلاء. وفي التاريخ أيضا مكتوب أشخاص كانوا من النوع الخائف جدا من ظله كما يقول المثل، من أي صوت يسمعه كان يهرب، لكن بمرور الزمن استطاع أن يصبح شجاع من خلال أنه رمى بنفسه في ما كان يخاف منه حتى تعلم. وأضرب لك مثال بسيط، أنت لو عمرك 10 سنوات مثلا تتعلم السباحة، ما أقول طفل صغير عمره 2 بعد ما يدري شنو معنى المي، شنو معنى الغرق، شنو معنى الموت، هذا هم يمكن يرموه بالماء يتعلم السباحة، لكن إذا عمرك 10 سنوات فما فوق ولأول مرة تدخل في الماء وتتعلم السباحة، طبعا تخاف من الماء، تخاف من الغرق، لكن إذا كررت هذا الأمر تتعلم السباحة. وهكذا الأمر فيما ارتبط بجميع الصفات الحسنة في الإنسان. فالشجاع هو من تكون إرادته أقوى من خوفه، والجبان من إرادته أضعف من خوفه، خوف مستولي عليه كما يقولون. ويحصل الإنسان على هذه الإرادة من خلال التدريب، من خلال التكرار، ويتجلى ذلك في الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وطبعا تكون الشجاعة متفاوتة بين الناس بمقدار التمرين والمغامرة الذي يقدم عليها الأفراد، فكلما زاد تدريبه وإقدامه كلما زادت شجاعته. أنا لا أطالبك بأن لا تخاف، لأن جوابك سيكون هذا مو بيدي. يعني إذا واحد قال لك لا تخاف، هذا مو بيدي، ده أخاف، أخاف من السباحة، أخاف من السفر والطيران مثلا، أخاف من أي مغامرة من المغامرات، أنا ما أقول لك لا تخاف حتى تجاوبني أنه هذا خارج عن إرادتي. أنا أطالبك بأن تحاول، أي أن تقفز أمام خوفك، تتجاوز خوفك، هذا بيدك. لا أحد يطلب من أحد أن لا يخاف، ولكن الكل يطالب الرجل بأن يتجاوز خوفه
ولا يستسلم له، وبذلك يكون شجاعا. فالشجاعة مطلوبة، وهي من الصفات الحسنة وضرورية حتى في الحياة اليومية العملية. البنت لازم عندها مقدار معين من الشجاعة حتى تقبل بالزواج، لأن الزواج بالنسبة للمرأة نوع من أنواع المغامرة، تربط مصيرها بمصير الرجل، لا تعرف إلى أين سيقودها، ثم فيما بعد تحمل، والحمل مغامرة لأسباب عديدة منها الولادة. مجرد أنها تسمع ما الذي يجري للمرأة حين الولادة وما الذي تعاني من الآلام، كل هذا كفيل بأن يمنعها من الزواج ويمنعها من الحمل، فلازم عندها نوع من الشجاعة. كذلك جميع الناس في جميع الحالات، الشجاعة واحدة من الصفات التي لا بد منها أو نسبة منها في جميع الصفات. في جميع الصفات لازم نسبة من الشجاعة، كما لابد في جميع الصفات نسبة من الصبر. فحاول أن تتدرب على الشجاعة حتى تصبح شجاعا، لأن الله يحب الشجعان. والسلام عليكم ورحمة الله.